صباح الخير البنات، صباح الخير عميراتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صبحتكم بالخير والبركات يا رب العالمين. كيما راكم تشوفوا اليوم صبحنا نايدين مع اللي راحوا الدراري المسيد. انا درت خبيزه كسره نشرب بها حليبي ونشرب بها قهوتي في خاطري. هكذا كيما نقولوا الواحد يروحوا الدراري المسيد، الواحد يشرب هذيك قهوته في خاطره وفي عقله. هكذا اليوم صبحنا نهار جديد، اليوم الخميس كيما راكم تشوفوا. اليوم راح ندير كيما نقولوا نهار بزاف مشحون، ويعني ونخرج فيه، يعني نروح نجيب يوسف من المسيد. يعني يوسف ما يقراش نهار كامل، يقرا غير دو السوايع كيما على بالكم الدراري تاع دركا، راهم يعني يقراو بالافواج وكامل، يعني ما يقراوش توت لا جورني، يقراو نص نهار، كاين اللي يقراو نص نهار، كاين اللي يقراو كيما الخميس. الخميس دايما انا خميس تاعي دايما كما نقولوا مميز، على خاطر يوسف يقرا زوج سوايع، لازم نوض من هنا، يا ربي نرفد شويه فراش، نرفد نخدم شويه شغل، انا راح نجيبو، يعني راح يقسم لي النهار في وسط الطريق. فوالا شوفوا يا ربي انا رفدت فراشي كذا، رحت نجري نجيبو. هنايا مولي خرجنا من مسيد، رانا جايين في الطريق، يلا خليكم تتفرجوا هنايا ومن بعد نتلاقاو. الدار خدمت شغل خفيف، يعني رفت الفراش، ويعني اللي قعد لي كملت يعني شغلي، وراني رحت مباشرة الفطور باش نوجد الفطور لوليدي، على خاطر الفطور وليدي الكبير مازال يقرا، ويجي الحشية من بعد يفطر ويعاود يولي يقرا، يعني لازم نوجد الفطور. راكو تعرفوا كي تخرجي ونعاود نولي تمتم تكون 11، يعني الوقت يجري يجري، قلت لكم الخميس دائما الوقت يطير مباشره، يعني ما نحسلوش كامل الوقت كيفاش يجي. هذيك كي تخرجي وتعاودي تولي دائما يقطع لك شغلك، ويقطع لك يعني حتى فطورك ما طيبيش وكذا، يعني اكو تعرفوا دائما هكذا. هنايا واش راح ندير لهم؟ ندير لهم دي همبرغر هكذا في الدار، هم يحبوا هذو الماكولات، لي تشيز، دي همبرغر، لي ساندويتش،
ايه عندهم حاجة كبيرة كندير لهم اليوم اللي ليهم برجر تاعهم، يعني شراهم لهم باباهم، وقعدوا يستناو يستناو كتاش نديرهم لهم. ايه قلت اليوم نديرهم لهم. اول حاجة راح ندير البطاطا تتقلى باش ندير لهم من تحت، من بعد راح نوجد نخليها هي تتقلى ونروح نوجد واش ندير لهم معاه. راح ندير حاجة خفيفة اصلا، هو راح نديرو بطنو طون تاع طوماطيش كيما راكم تشوفوا هنايا، ما درتش حاجة كبيرة، يعني واش كان عندي في الدار درتو، درت دي طوماطيش دي روندال هكذا قطعتهم. هنا عندي هذاك الفرماج لي تشيز تاع سبيسيال تاع لي همبرغر. عندي ايضا قطعت لهم بصل دي روندال، عندي طون تاع طوماطيش لي فخيت مايونيز. هذا مكان اللي عنده فرماج بورسيون يقدر يدير لهم فرماج بورسيون. هذا واش راح ندير، وراح نبريسيه بطريقه جد رائعه. اللي ما عندوش الاله اللي تبريسيو بها لي تشيز ولا لي تاكوس ولا اي حاجه، راح نوريكم اليوم كيفاش تبريسيو في الدار بلا ما تسحقي لا الاله لا حتى حاجه، وتعطيك نتيجه فريمون روعه بالبزاف. من الاختراعات، قال لك الاختراع ام الحاجه، يعني الانسان اللي ما عندوش الوسائل يخترع باش يدير الوسيله هذيك اللي يسحقها. هنايا درت شويه هكذا نحوس باش ندير لهم، يعني في بلاصه فرماج بورسيون درت لهم مايونيز من تحت. هنا ندير لي فخيت هكذايا، نزيد فوقهم الطون ولا كيما نقولوا فيونداشي ولا واش راكو حابين نديرو من الفوق، كل وحده واش دير من الفوق. انا ندير لهم الفوق هذاك الطون تاع الطوماطيش هكذا، ومن بعد نزيد طوماطيش دي غونديل ونزيد البصل. واللي عندها شلاضه اللي عندها اللي حبت دير، واللي ما تحبش ما يحبولهاش ولادها البصل، بس كنا كاين اللي يحب البصل كاين اللي ينحيه، يعني ماشي كامل اللي يحبوه. كاين كيما يوسف ما ياكلش البصل، ينحيهولي بصح معليش انا ندير، نقول له في حقك نحيه وصاي. باسكو لو كان نقعد ندير كل واحد ندير له واش يحب، راني ما تفراش هاي ما تفرش، هاي كامل عندهم وش يحبوا وش ما يحبوش. وهنا يا اخر حاجه هي اني راح ندير لهم هذاك الفرماج اللي يدوب، نخليه هو الاخر باش هكا كي نحطو يتبريسا يدوب لهم شويه، يدوب لهم من الفوق هكذا، حطوه هكذا. ونروح من بعد تيك نغلقهم، نحوس ندير شويه تاع المايونيز من الفوق تاني باش تشد الحبه مع هذاك الفرماج. وهنا وليدي ايوب كالعاده لازم يدخل لك يده ويفكركم، يفكركم دائما باش يقول لكم ديروا الماما جام. فوالا هنايا راح نغلقهم هذوك لي همبرغر تاوعي بهذه الطريقه، يعني حاجه سهله. وشنو هي تشد اليد فقط، يعني تقلي وتقعدي تبريسي وتوسي، هذه اللي تشد لي اليد، هذا ما كان سينو هي حاجه سهله وكما يقولوا ويحبوها الدراري. هنا نروح نجيب هايك الاله تاعي اللي نفريتي بها يا البنات. راح نجيب الطاجين تاعي هذاك اللي فيه الزيوكه هكذا دوائر دوائر، ونروح نحطوها كامل فوق هنا. هذا نبريسي فيه كل شيء، شوفوا نبريسي فيه زعما لي ساندويتش. يحب ولادي يحبوا يديروا فيه الخبز هكذا يبريسي، ويديروا دي ساندويتش ويبريسيوهم. لي تاكوس ايضا نديرهم هكذا ونبريسيه من الفوق هكذا، يعني نحطوه باش ياخذ هذيك اللون هذاك. شوفوا كيفاش يخرج، نتيجه روعه يعني، ويخرج لك بنين. انا يعني الدراري يموتوا عليه كي نديروه بهذه الطريقه. نتمنى انه فريمون اللي ما عندهاش الاله وتحب تبريسي لولادها يعني تستعمل هذا الطاجين. سهل ماهل، يعني ما فيهاش حتى حاجه اللي يعني اللي تشد لك اليد، وماهوش غالي يعني ربي 45000 ولا 50000 الطاجين هذا، ماشي غالي بزاف. هكذا نديروه من الفوق هكذا ينبريسيوه، ونروح نقدمه للاولاد تاعي. فوالا هاي ليك الطاوله تاع الغداء تاعنا تاع اليوم، هذا هو فطورنا تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم. وما تنساوش اختكم في الله يعني بالجام بالاشتراك، الا ماكش مشتركه نقولك هبطي في الزر الاحمر اشتركي، ودوسي على لي نوتيفيكاسيون باش يجي كامل الاشهارات، فعلي زر الجرس باش يجوك الاشهارات هكذا باش توصلك اي حاجه لا كنت حابه يوصلك لي فيديو اللي نزيد نحطهم. ما تنسونيش بالتاب لي جام تاعكم،
بتعليقاتكم الحنان. قام على خير ونتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله.